سوف نفوز في مباراة منتخب كانتو بكل سهولة. وسأصبح نجما لامعا. عالستالي للغداء ابتداء من الغد. بيسبول في هذا الوقت، لماذا سيد أوكوبو؟ ماذا؟ كابامارو وشيزون انضما إلى نادي البيسبول؟ السيد أوكوبو أمرت جميع الطلاب بتشجيع نادي البيسبول. أمر من المديرة؟ ماذا يحاول شيزون أن يفعل بالضبط؟ لابد أنه عمل غبي. لا، قل لي متى تبدأ المباراة لمنتخب فريق كانتو؟ في الشهر القادم. حسنا. ألم تفهم شيئا بعد يا هياشي؟ لا، اقتنعوا أنهم أضعف منا لذلك يريدون تسوية المسألة في البيسبول. الآن فهمت. لن أسمح لك بهذه المناورة يا شيزون. انتظر وسوف ترى. انتظر. كابامارو، جهزت لك علبة غداء. طعام اليوم كريدس مقلي. يبي علبة واحدة فقط؟ لا تتخابى، أعطني واحدة ثانية. أهلا، إنها هنا. ابذل جهدك في التدريب اليومي. أخبريني، هل هو؟ أجل، أنا حضرته كابامارو. لست مضطرا لأكل الشومن في المطعم بعد اليوم. أجل. علبة غداء أعدتها ماي. حسنا، أنا ذاهب الآن. يبي، أعطني هذه أيضا. يبي. هل هو بخير كابامارو؟ يبي يا يبي هوب. حسنا، لنبدأ التمرين. سنبذل كل جهدنا. ياه، عدد الطلاب الذين يشاهدون التدريب كبير. علينا أن نحقق النصر من كل بُد. كابامارو، سنبدأ بك. لكن كابامارو لم يصل إلى الملعب حتى الآن. لا، إنها تلمع. لم أعلم أن الساندوتشات يمكن أن تلمع هكذا. لا أجد الشجاعة الكافية لأكلها، لكن ماي صنعتها لي. يجب أن أكلها. سأحاول. هيا. نشهية طيبة لذيذة. يبي ياي، إنها طيبة. مألت الطعام. ياي، شكرا شكرا لك يا ماي. ياي، هيا التقط. ما بكم؟ هيا تحركوا بسرعة. شيزون هو الوحيد الباقي. ياه، طريق مسدود. ألم يأتي كابامارو بعد؟ لا تنسى شيزون يا تونو. تونو، دع شيزون يحاول. هل يمكنك التقاط كراتي يا شيزون؟ لا أدري، سأحاول. تونو، لا تقسو على شيزون. فهمت. هيا شيزون، خذ مركزك ولنحاول. هيا، إنه كالحجر حول عنقي. ماذا؟ إنه يقف مثل المحترفين. جاهز؟ خذ. لم يجدر بي أن أتحرك بهذه السرعة. التالية، خذ. التقطها وعينيه مغمضتين. Ah!
كان يجب أن أتصرف هكذا. شيزون، أنت جيد جدا، تمكنت من التقاط الكرة من اليوم الأول. أجل، أعتقد أن تدريب كابامارو في المخيم هو الذي نفعني. ماذا تفعل؟ لم أتوقع أن تكون بهذه البراعة يا شيزون. كانت كرة سهلة. كابامارو، يوبي، مرحبا. ألم تعرف بعد؟ شيزون سريع جدا يا تونو، سريع سريع سريع. كابامارو، ماذا تريد؟ كابامارو، أين كنت؟ إنه دورك. شكرا تونو، لقد انتهيت. لا تتركني لوحدي، هيا يا كابامارو. وماذا تريدني أن أفعل؟ اسكت وخذ. ماذا نفعل؟ انتظر. كابامارو، عليك أن تلتقط الكرة، هيا كابامارو. ماي، يجب أن ألتقط الكرة. حسنا، الآن فهمت. هيا يا كابامارو، تحرك، هيا. إنه بارع جدا. كابامارو وشيزون ولدا ليلعبا البيسبول فقط، لم أشاهد مثلهما في حياتي. النصر، النصر لنا. لقد كرست نفسي لرياضة البيسبول منذ سنوات طويلة. أنا أتدرب وأثابر في المطر وفي العواصف وفي الثلج، في الليل وفي النهار. أخيرا حلمي سيتحقق، أنا متأثر جدا. تراه لماذا هو يبكي الآن؟ ألو، هنا مجلس الطلبة. خط خارجي. من يتكلم؟ ألو، كاورو؟ مجيما من الأوغيوكو. اسمعي، أردت فقط أن أخبرك نبأ سرا، لقد تقرر إلغاء بطولة منتخب كانتو. ماذا قل؟ الأوغيوكو، الجيزي، الجيوتي، السيدو والأزوكي طلبوا بترك الرابطة. ماذا؟ تعني أن مباراة البيسبول لن تقام؟ ماذا جرى بصدد منتخب الرابطة؟ أخبرني مجيما أن المنتخب قد انتهى أمره. ماذا؟ توصل إلى ذلك؟ لا بد أن تونو سيحزن كثيرا. هذا كل شيء. ماذا؟ لا تنفعل هكذا. كيف لا أنفعل؟ لماذا ألغيت المباراة؟ لماذا؟ لست أنا من ألغاها، إنه مجيما. مجيما؟ تقصدين رئيس الأوغيوكو؟ أجل، هو الذي يستحق اللوم وليس أنا. مباراة البيسبول لن تقام. النجدة. نجحت جدتي في ضم الفتيات إلى نادي البيسبول، لكن الرابطة ألغيت. ماذا علي أن أفعل يا سايزو؟ تباً، إذا ألغيت مباراة البيسبول هذا يعني أن ماي لن تحضر لي علبة الغداء بعد اليوم. أجل، أعتقد أنني سأتمكن من إقناعه. لديه الجرأة للقدوم إلى هنا؟ إنه جاسوس. ماذا تقصد؟ أخبرني ما هو العدد الصحيح لفرقة شيزون يا تونو، هيا. لا أعلم شيئا عن الموضوع. يبدو أنه شاب.